رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولرياض الصالحين أيًا كجرنا. باب ما شيء أيو باب هي توهم اللهم لينا يلوتهم هي أنه رياء إنو استستس يهي وليس بالرياء استستسنا أن مركا أهين عن أبي ذر رضي الله عنه قال وحي رقيلا قيل وحالو يري لرسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أرأيت وحد كورنت رسولك الله الرجل من يعمل العمل عمل قبانا هيا عمل كاسو من الخير خير يوناك أهو ويحمده الناس دتكون أيكو أمانا عليه كركيسة عمل في عمبو قبانا مركز سيدتكو كو أمانا يان قال وحو يري تلك تاسي عاجل بشرى بشارة دك دكي ذي واي وبشارة أسو دك دكتي المؤمن قفك مؤمن كأ رواه مسلم بحديث كوري باب التحريم إني حرام تهي باب كي ذي واي النظر إيجد لا إيغو إلى المرأة الأجنبية قبل أجنبية دا إن لفيرية إي والأمرد الحسن متك أمرد كأ وويل أن مركا قرلهين هذا حسني الصاحب أهو حسن أهو آت أقرح بضن لغير حاجة دن هذا سنجر حاجة سو شرعية شرعية هذه مثلا قبل لدونه إن لقرسه كدبنا وجهه إذا الله إيغو وموضوع كله marka lagu marag furahayo oo kale arimooyin bay ka taqasusaan fuqahada sidaa darteed baa la tilmaamayaa si kale in gabadha ajnabiyada ah layska ilaaliyoon la fiirinin qala allahu tacaala ilaaha sareeya wuxuu yidhi qul bih lilmu'miniina wiilasha mu'miniinta waxaad ku dhahdaa yaqudduu min absaarihim indhahooda ha laabteeno وقال تعالى إله سري وحير إن الصمع مقلك والبصر أرق والفؤاد قلبك كل أولئك كدمانتي كان وحو أهاضي عنه حقيس مسؤولا مد مسؤول أهو ليسك سؤال ليسك ويديو أيو أهاضي ويري إلى سبحانه وتعالى وقال تعالى يعلم خائنة الأعين الشقية نذيذ أيو إلهي أقيه إي وما تخفي الصدور وحيابه لا بقر نيسو وقال تعالى إن ربك رب قال بالمرصاد وألا مرصاد يبب قال الصاحب وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير كتب وعلى قريب على ابن آدم ابن آدم كركيس نصيبه نصيب كيسا لوغا قرئي دفتو كقاضا لها من الزنا زنده وحي او كقاضا لها اما دفتي سيبا لوغا قري مدرك ونكيها ليلة يذلك ارنتا او كدعيا لا محالة شكل عام ابن آدم كالزنا قيبتي ذا ايو كقاطا نصيب كيسا وكيها ليلة أونا كبع سي أن شكلهين العينان لبضا إن قد زناهما زنا ذو النظر ديموا يلغو إيغو ولغو ضيوح الله لوحي زنا ذكيني كرا والأذنان لبدا دقود زناهما زنا ذو الاستماع واستماع يمقل يبغيسي لغو دقيس توحيابها زنا ذكينا واللسان عرب كن زناه زنا ذي سأل كلام وهذلك اللغو هدلو وحيا بها زنا ذكا مدأه واليدو قعنتن زناها زنا ذي ذا البطش وقبش يتابش والرجل لقتنا زناها الخطأ
وقصعد لقصعد أما الله طلاب قاض وحيابها إلهي أوقفك كحران تنميي واللغه أزنستي والقلب قلبك أيا يهوي أما سيهوي وجعلي سنيا انت هول مركا لسوقبتو او انده لغو فيريو او دقيه لغو دقيستو او عربي لسكولا هدلو او لغيه لغو صعدو او قعنتي لغو قبتو قلبك ايا يهوى جعلي سنيا او اسوء ايمانيا ويتمنى قلبك ايا اسوء دقيا مركا ويتمنى وجعلي سنيا ويصدق ذلك أرنتا وحرمينا يؤرمينا يهوشا لسوقبتي الفرج فرجك أيا رمينا أو يكذبه أما سقى بيننا هذه حالة أيكو استاكتو ميشا أو سنفرجك هول قبانين وبيني أو أرنتي هوشي لسوقبتي سقى بيكو استاكتي هذه سقفكم مركا أو استعماله فرجيسي هوشي لسوقبتي أودن زندي وينيت أياتميت متفق عليه وهذا لفظ مسلم ورواية البقارين مختصرة تيقابن بي أهد وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير إياكم اسك إلى علي وحن إذنك لديك يا إذنك إيا والجلوس فدي أو في الطرقات جلتك لفارستو ودوينك فدي قوذان إذنك قديك يا قالوا وحيده يا رسول الله رسولك إلهي ما لنا نومصرنا من مجالسنا فدينا إني ودوينك النقضان بد كمارمت كما مارمكرنا إنا ودوين كفريصانا ويمنتحدث فيها وكشاكيصانا فقال الرسول الله رسولك اللوحي صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم هدي أديدين إلا المجلس فقم إهي وحكل ويهي إسكفريصة لكن فعط الطريق جدك سي حقه حقيسة جدك حقي سصيب يري نبيك صلى الله عليه وسلم هدا ديدين إن أطفري سطان ما هنا وحكالي ويه وضض حقي رصي حقه قالوا وحير هذه صحابتي وما حق الطريق يا رسول الله رسولك إلهي جدك حقي صوامحي حق أوجدك نقول لي هاي محيه قادر قال الرسول كويري غض البصر أرق أول الله وكف الأذى دبك أول علي أول الريب ورد السلام سلامة أول رد يقفك كسلامة إن سلامة الله قاضي والأمر بالمعروف يو النهي عن المنكر معروف كأوضتك الأمر يو منكر كأول الريب متفق عليه وعن أبي طلحة زيد بن سهل قال وحو يريكنا وحان أهين قعودا كوي فديا كوي فديا أيان أهين بو يريكنا وحان أهين قعودا كوي فديا وحان فدي سني نبو يري بالأفنية وحان فدي سني ني معنها وفنها وجمع بناك كوفر است أيان مركا أهين بنانك أيان مركا فدي سنيني نتحدث أنغو كشيكي سنين فيها أفن يذبا لحذيذ ووضبي فجاء الرسول الله بيمت صلى الله عليه وسلم فقام وحو استاغي علينا كركين ونسود الاستاغي فقال وحو يرما لكم محا حالك نيهي أذنك إي والمجالس فقل أو السعودات جذبك أفري سنيسان ورمحا إذن كلاحست إذن كإيا فردق بنان يضا إجتني بو ورهي كفو هذا مجالس السعودات ودوينك فردق وذا كدقاق فقلنا وحان نري إنما قعدنا لغير ما بأس وحان أفضل صنا رسولك الله وحان باصنا هين بموضنا قعدنا وانفريسنا نتذاكر أنه كشيكي سنين أم حسين ألي ونتحدث كنا شيكي سنين قال الرسول كوحير إما وحير الرسول صلى الله عليه وسلم إما لا هدي أديدين إما لا هدي أرنت وحكا لنقويسي
وايه فأوحو يري فأدو أجوت أوصية حقها حق ذسية وايه جدك حق أؤذن كلية هيسية وغض البصر أرجع أول الله ورد السلام سلام تقول رديه وحسن الكلام إي هذا الوناكسن عيدا إي أفلقات دذا إي بوق ضدك ماشا مراي إنا كطافتان وهذا الفي عن أطول هذا شان رواه مسلم السعودات بضم صاد صاد كأول قذي والعين بالآخرية أي طرقات بالو لجيدا وعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله أيام ويدي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة بيمضى لما فيران كأ بيمضى كما أكو بعضا أبو اسكس عضي إن أنت وجباقي إن لهاقي كدعين قال الرسول فقال الرسول كوحير اصرف بصرك أرقاك كليحي حشهر إكو بعضي لقو ما هيستو طلبات لكن شيطان بيك أهاتي هل مرميل كستي انتهى بكاك بعضه دبها أبو عليني تاكوات إلهي وكوسا محي سبحانه وتعالى مداكوات واللغوطة في سيدة درتيد متك لها أبو عليني كجوجي ساسا مركا لولا جيدا اصرف بصرك أرقاك كإل رواه مسلم وعن أم السلامة رضي الله عنها قالت وحيتر كنت وحان أها عند الرسول الله رسولك إلهي أتيس صلى الله عليه وسلم وعنده النبي أتيسنا وحاجوكتي ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم بانسوق عبدالي أني إيا النبي حاسكي سو ميمونة إي أنا أم السلامة النبي أجوكني وحاسو سعدي أم مكتوم وننكي إنطالك أها وذلك فانا وحي اهيد بعد ان امرنا مركينا لامري كدب بالحجاب حجابك مركي حجابك نلفري كدب اها فقال النبي نبي روحو يري صلى الله عليه وسلم احتجلا منه هيك حجابت ابن ام مكتوم بصوت سعدي كحجابت حقيسة فقلنا وحان النري يا رسول الله رسولك إلهي أليس هو أعمى ميوسن اندول أهين كحجاب تمحاب موليذ هاي اندول صومعها أليس هو أعمى ولا يبصرنا نما أركي مدن أركي نوايا ولا يعرفنا أنا نقرنيني حدا ماشينا اسكفى بنو إئو يمادو هلك سو استاغو مننا يقانو مننا أركي فقال النبي وحير صلى الله عليه وسلم أفعم يواني أنتما إذنكم من دول يلبتهين ألستما صومتهين تبصيرانه كو أركهيا هدي أصدق أوسا إذن أركين إذنكم من دول يلبتهين سو أرك ميسان بوضاه رسولك صلى الله عليه وسلم ميشا وحالك قاضانيا سيدا ويلك واجب أغطهي إنو قبضها كإن طلابته يدمر كنا واجب أغيهين إني كإن طلابتان رجع أجانب تكاء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن نشو لك سبحانه وتعالى سيدوك لو حلق فهم يا ويك سو مركو إيجا قبب أغف النوبايو يي أيضنا مركي ويلك في رسو أي مركا أغف النوبيسا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي سعيد أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري لا ينظر الرجل من يصنفيرين إلى عورة الرجل ننك لا عورة بيثة ولا المرأة قبرنا يسن إيجين إلى عورة المرأة قبرك لا عورة بيثة ولا يفضي الرجل من يسن لقار إلى رجل ننك لحدث في ثوب واحد هل مركلي معنى هل مركلي يسن وده غني ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد هل مركلية رواه مسلم وحمم نوعا قبر إيا قبر إني هل مروذ هكتان ويل إيا ويل نصا صوتالي وقرمي وهدي متكود أما لبذو ذو أوصن أرمرك أغجرين لكن كان هدو دركي سقبو متكان دركي سقبو بستأي دو سارتان إباتكو مسغنا قبضو نصاصو كالي رواه مسلم باب التحريم الخلوة بالأجنبي إن للخلوة يضمر أجنبي إني حرام طهي أي مركب باب أيهي قال الله تعالى
إله سر يوحو يري وإذا سألتموهن مركض ما ويدي سنيسان دمركي مطاعا ألاب فاسألوهن ويديست أو وحد كسؤالتان من وراء حجاب حجاب كجذاشيسة وعن عقبة بن عامر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحو يري إياكم وحان إذن كالدقى يا إذن كإيو والدخول وقلتان على النساء دمر كالله قلقلو فقال رجل نمبايري أو من الأنصار غير أنصارات أها أفرأيت الحموة دماشيك كورن بويري حموك كورن بويري قال الرسول وحو يري الحمو حمو ودماشيك الموت موت ويوكا أسا أقدر معناها وبقيري متفق عليه قفك بناك إن بضنبا لسك حفظيا أو لسك إلى لنكرا لكن اسكو هلين بو وحصمين كرا اسكو هلين بي وحكو حما كرتا الحم وقريب الزوج وزوج كقفك أدو كأخيه ولالكي أوكالي وابن أخيه ولالك ويلك أو طري أوكالة وابن عمه إن أذيرك أوكالة انت صنبا وقدر أنبو يري رسولك صلى الله عليه وسلم بعدما حالت صداتها هي أيا رقا وحالو قد ديقيا وقلقل كفرها بضان أي دمرك وقلقل هيان ننكاغ ولالك مكوسو قلقر هدات كليقاتها هي حالتا سامركا لتلماما يا واميد بوضاهي رسولك صلى الله عليه وسلم معناها أساقا أغد ربا لولا جيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحو يري لا يخلون يوسن لخلوين أحدكم مكين بإمرأة الناك إلا مع ذي محرم مد محرم الصاحب أهئن معي ذيهي ماهنه meesho waa inuu jooga qof maxramkeeda ah ama ninkeeda ama walaalkeed ama adeerkeed waa waxaan geynin muttafaqun alayhi وعن بريدة رضي الله عنه قال قال الرسول الله رسولك ألا وحو يري حرمة نساء المجاهدين لمنك مجاهدين تدقالك آذي حرمة دمر كوذا على القاعدين كو فرستهر أي كليهين كحرمة أمهاتهم هو يوين كوذا سيء احترام لهايين ويؤ حشمين لهايين وكلا دشوذا أهاتي ما من رجل مجرئ من القاعدين كو فرستيك مدأه ويخلف وقضى المر رجلا من أمن المجاهدين ذاتك مجاهدين تايب بحيك مدأه في أهله أهل كيسا أقضى المري أو فيخونه خياني فيهم بحذوذا إلا وقف له ولوس استاجنا يا يوم القيامة ما لنت قيامه فيأخذ وحوك قاضنا يا من حسناته حسنات كيسا ما شاء وحي أضانه حتى يرضى إلا أرالك النغضة إلا أوقن ثم التفت إلينا كذب ونصو إغي رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو حديث كاش إغي نبي ونسو فيري فقال وحير ما ظنكم محاد أم لين لهيدين محاد أم لين إسان معناها لما وكقاضن لها واي رواه مسلم بحديث كاوري باب التحريم تشبه الرجال إني حرام تا إسكو أكين ترقى بالنساء دمر إنا إسكا بكتغان إيا والنساء دمر كبر رجال ركنا إسو أكيسيان في لباس حق اللبسك وحركة إيا وحركة حق صعبك إيا غير ذلك وحي لمتع إن إسكتك لغان وممنوع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحو يري لعن الرسول الله رسولك الله وحو لعن ذي المخنفين كو إسدد مرايا إي إسماعي من الرجال رجك مدأ والمترجلات كو إسرق رجي نمك إسكتك ومن النساء هوينك مركاك مدأ ninkii naagnaag inta iska dhiga xagga socodka xagga hadalka xagga silsilad xirashada faraati dahab kasashada iyo wixii markaa la mid ah iyo kuwa ragga iska dhigay dumarka ah ee timaha jarta ee surwaalka qaata ee garanka banaanka ku baxa iyo wixii markaa la mid ah wa fi riwaaya lacana rasuulullaahi
رسولك الله وحو لعن ذي المتشبهين كو اسكشبه من الرجال رجاء بالنساء الضمر اسكدقدقا اي والمتشبهات كو اسكشبه اسكدقدقا من النساء او هوينك اهو بالرجال رج اسكشبه. رواه مسلم بحديث كان وريه وعن أبي هريرة قال لعن رسول الله رسولك الله وحو لعن ذي صلى الله عليه وسلم الرجل ننك أو يلبس حرتا لب حرتا لبسة المرأة قبل اللبس كيدا والمرأة ينعكت تلبس حرتا لبسة الرجل ننك لبس كيسا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه قال وأبي هريرة قال رسول الله رسولك ألا وحو يري سنفان لرسم في أياجر من أهل النار نار تأهل كذا لم أرهما آمان أركمكو يري نبي كوكو وقوم وقام معهم مقبو رسياط جاضل يقروا مئيهين أو كأذنا بالبقر سينت اللؤض أو كلاء يضربون بها الناس ضدكي كقراعا وضد معروف ليقانو كل بعض والنساء وهاوين أو كاسيات برقبة عاريات هدنا قاقاون مميلات 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 أو إيوم تقانا إيلا أما إيلا يدتك مميلات وحيلي حين يأتوا أي فسهادين يندتك ما إيلات أيضنا إيلا حتى يكل حسنيهين دتك حتى يكل حين يأت رؤوسهن تمهود أما مدحود وحد مودا كأصنمة البهت رتقة قيلة كرسكي سأوكالي المائلة أي شيء كرسك انتو كوي نادي وولو متك باديها داقي كرسكي سي أي شيء لا يدخلن الجنة جنة إلهي جن مايان ولا يجدن من هلايان ريحها أركيد وإن ريحها أركيدنا ليوجد وحالقها لا من مصيرة كذا وكذا قدر انت اي انت الله صعب. رواه مسلم بحديث كوري وشنبق الأوصان من الله صعب يعرفت جنب الله لا معنى كاسيات اي من نعمة الله بيهغيهينو برك اي قبان ونمع ذا إلهي عاريات وحالو لجيبا من شكرها شكر انت نمع ذا اللي كدر لأيهين. وقيل وحاكلوا لإذا معناه وحالك وضع تستر وحي أستريسا أي قرينيسا بعض بدنها جسد كيذا قيبك متأ وتكشف بعضه قبل كيسنا ويموجينيسا درع قفيفة انتي قاضته يحبنها نقيب لك أركا قبل أي مركا قرسنيه إظهار موجن لجمالها قرح ذي ونحوه وحي لمتأه أيضا ربط إني موجسه. وقيل وحاكلوا الله فصرا تلبس وحي حرطا ثوبا مر رقيقا جلعصا يصف الله تمامكرو لون بدنها جسد كيدا مذب كيسا عبان يقول الوحو يهي أيلا مثالي كرا. ومعنى ما إلى قيل وحال ليري عن طاعة الله تعالى طاعة إلهي أياك أي كإلا ضدك ولا وما وحي يلزمهن كل لازمها يحفظه إلى الانتيسة مميلات أي يعلمنا وحي بران غيرهن غير كوذا معناها مركه رما إلاد ويإلنيهينو طاعة اللي كل إحسنيهين يوحي كل لازمها إلا إلاليو مميلات كوحي برايان غير كوذا فعلهن فعل كوذا المذموم فوشحن يددكو مركا بران. وقيل ما إلاد وحكروا لغفة سراء يمشين ويسعنيا ويحيكو سعنيا متبخترات أيضا إسقاطاضايا وإسججلينايا مميلاد لأكتافهن قربه ذي لحلحين يانو سبلاي أسعنيا. وقيل وحكروا لغفة سراء ما إلاد وحكروا لغفة سراء ينتشقن ويشن ليستان وهي أشن ليسانيا المشطة الميلاء وهي ومشطة البرايا قدها الزانية شاء سي أشن ليسان أوكالي معنى مركز فليت وأي سارته أبا مكر اللي قد ننجري فوبا هوري أي بناك أصوى بحيان معناها مركز بها العاج أهصال لو قدو بجري قبل أرضا بسكولك بجنجري وحي سمين جرين أوكالي
marka inta fuudda hore iyo inta timaha hore ya banaanka loo soo bixinaya inta kalena waxaa la saaranayaa ee imtiqaada safareeti gabdhaha saa u labista waa nooca zunaada ah saasaa markaa la yidhaahdaa wahiya mixqatu lbaqaaya waa gabdhaha zunaada ah shanlaysigooda waa mumiilaatun yumashiqna way u shanleeyaan gayrahunna gayrkooda tilka almixqata shallada ayada ah ru'uusuhunna ka asnimati lbukhti waxaa loola jeedaa ayu kabirnaha madaxay weynaynayaan ilaa alaankan waa la sameeyaa timaha waxyaaba badan la gelinayaa markaasaa safaleetiga iyo madax saarka marka la saaro kor intuu u baxo yuusaa markaa usoo qaloocanaya timahoodiibaad moodaa taasna markaa waa lagu fasiraa ru'uusuhunna ka asnimati lbukhti waa ratiga geela ah marka leeyah kuruskiisa ayuu kabirnaha way weynaynayaan wayucadimnaha way tacadiminayaanoo bilafi cimaamatin cimaamad inay ku duubaan aw cisaabatin ama go' aw naxwihii wixii markaa la mid ah markaasaa madaxu kor u baxaya ood moodaa ratiga baadiyaha daaqa kuruskiisa oo kale baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii way canitashabuhi in layska dhigdhigo bishayaani iyo walkufaari shayaanka iyo kaafiriinta وعن جابر قال قال الرسول كوحو باي لا تأكلوا وحكو عنين بالشمال بده ذا فإن الشيطان الشيطانك يأكل ووعنا ويشرب وونا أبا بشماله بحديث كوحنا كون عباي إذن كبير ذا كو عنين هنكو عبين رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله قال لا يأكلن لا يأكلن يصنعني أحدكم مدكين بشماله كعنتيس بلحذاء ولا يشربن يوسنك عب بها بلحذاء فإن الشيطان شيطانك يأكل ووعنا بشماله بلحذاء وحكعنا ويشرب حونك عبا بها بلحذاء رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله قال إن اليهود والنصارى يهود النصارى لا يسبقون مع الانتان أي فخالفوهم خلافة وإذن كحنها مرسلة متفق عليه المراد خطاب الشعر اللحية وجركتها إلى الرأس ملحة الأبيض عباضي بصفرة إن لغو إلامه شيء جالة أو حمرة أم مذو عندها أما عصان أما قدود ده وأما السواد لكن مذوقه فمنهي عنه والإسكر يا بي مذوقه وممنوع كما سنذكره سذ أنشيغ دونه في الباب بعده بابك كبن دي إن شاء الله تعالى هدي ربي يرهده باب النهي ريبيد لسكر بباب كذي ويا الرجل ننك إيو المرأة ناكترة عن خطاب إني مرصدان شعرهما تمهودا بسواد دابا مذوءا عن جابر رضي الله عنه قال وحير أتي بأبي قحافة الليمد ووالد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أبيه سي أو بكر الصديق أبيبا نبي الله كان يوم فتح مكة ما لنتي فتح مكة ورأسه مدحيسة إيو لحيته قركي سنة أدمودو كفغامتي سري فغامت أوكالي أبح بدمودة عط معناه ثمار آد أبح أمو عبا لي رهدا بياضا حق عبانتا فقال الرسول كوحو يري صلى الله عليه وسلم وحو يري غيروا دوريا دوري أيو يري هذا متك وجتنب السواد مذو قلك فقال مذو همارنين معناها وجنبوه كفوقية وضيه كرتا وجنبوه كفوقية وذا مذوقة أما وجتنب السواد رواه مسلم بحديث كوري باب النهي بيبي الله استرب الباب كذي ويعني الخزع خزع وحل غمق عابه وهو قزع وحل لجي ذا وحلق حيرت بعض الرأس مرح قيب إن لحيره دون بعض قيب تكرس كذيذا إيو إباحة إني بنانتهي حلقه مضح إن لحيره كله دمانتي للرجل رجا دون المرأة الدمر كمية نابوه كما جيران لكن رجا إني مضح حيرا كران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعيرنها وديلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع غزع وديلي ومضح إن عنا إنت اللحيره إن عنا لغتغو
xiyaalka yar yarkaa markay ku dhacdo cudur cudurada ka mid ah madaxa inta dhinac laga xiiro iyo dhinac laga tegi jiray dhoore iyo wax noocaas la yidhaahdaa dhallinyaradu maanta way sameeyaan madaxa intay dhinac xiraan bay dhinac ka tagaan aana akhlaaq xumi ida darro waaye wacanhu qaala ra'aa rasuulku wuxuu arkay sala allahu calayhi wasalam sabiyan ilmo yar oo qad xuliqa la xiiray بعض رأس شعره مدحي ستمها كيا لقيب كمد أهو وترك بعضه قيل لجثري فنهاهم وأكرر بيضتك عن ذلك أرنتا وقال وحي احلقوه حيرة كله دمانتي أو اتركوه كله أما دمان كتغى ورمضح وضع حيرة أما وضع ضعفة رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل واكرتي وأسري آل جعفر جعفر آل كيس ثلاثا سدح مع الموت ومركي جعفر أصور بنتي مالنتي سدحات ثم أطاهم وأتقي فقال وحي لا تبكوا هؤلين على أخي ولا الكي دشيسا بعد اليوم أن توحي كدم دايا ثم كذب قال وحير ادعوا لي إيه وعب بني أخي ولكي إنه سا وجعفر عيال كيسي فجيء بنا وان اللي منه نبي قام الله كان يبوير عبد الله بن جعفر كأن سلي أنه أدنى مدو أفرخ معناها جيل جيل شندرك إنه سا جيل جيل كأه أما ضارب دقاقة المهيدة جيل جيل ولي رهبا كواس أمغو أبنو فقال مركز رسول كيري ادعو لي إيغو يارا الحلاقة تمحيرة صالون إيغو وعا ومكة تمها حيرة فأمره أمر رسولك إن مضح ملو حيرة فحلق رؤوسنا من عيال كيني أي مركا حيرة رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن علي قال نهى رسولك وحودي ذي أن تحلق المرأة ناكت إن حيرته رأسها مدحيدة رواه النسائي لكن سند كسوى سند ضعيف باب التحريم الوصل الشعر لأنه قلي دونا بل سميشها إنه جوكت وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.